نظرا لارتفاع الاسعار، يعني في جهود كبيره قوي من الدوله ان هي تحجم الموضوع ده. عشان كده تلقى اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه تقريرا من القطاعات المعنيه بالوزاره حول جهود المحافظين في تطبيق مبادره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض اسعار السلع الغذائيه في جميع المحافظات. عاوزين نعرف اكتر عن المبادره، عاوزين نعرف تفاصيل اكتر. عشان كده بيسعدنا ويشرفنا ان يكون معانا على الهاتف دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك استاذة مارينا واستاذ مايكل وعلى اهلنا في كل محافظات مصر. صباح الخير يا دكتور، ودايما منورنا في صباح 100 يا فندم. نزوركم يا فندم. دكتور احنا عايزين نسال حضرتك، يعني عايزين فكره عن المبادره واهم السلع الاستراتيجيه اللي هيتم تخفيض اسعارها. يعني خلينا اقول لحضرتك، وزي ما حضرتك كرمتي انه تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه بتوفير احتياجات اهلنا في المحافظات المصريه من جانب وتحقيق الاستقرار في موقف الامن الغذائي للمواطن المصري من جانب اخر. معالي الوزير اللي هو هشام امنه وزير التنميه المحليه تلقى تقرير من عندنا في قطاعات الوزاره اللي هي حول جهود الساده المحافظين على ارض المحافظات المصريه في تطبيق مبادره دوله رئيس مجلس الوزراء واللي تختص بتخفيض لاسعار السلع الغذائيه جميع المحافظات المصرية واللي بتتضمن سبع سلع غذائية استراتيجية زي الفول والعدس والمكرونة والأرز والسكر والزيت ومنتجات الألبان والجبن. وكذلك الأمر في ذات الوقت ده تيجي من خلال المتمثلة في إقامة مراكز ومعارض لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مسؤولاتها بنسبة تتراوح من 15% ل 25%. طبعا عدد الشوادر اللي تم اقامتها في الفتره من اكتوبر الماضي حتى التاريخ حوالي اضافه لما هو قائم حوالي 902 منفذ، يبقى كده اجمالي المنافذ اللي موجوده عندنا حتى الان 7126 معرض ومنفذ لتوفير السلع الغذائيه باسعار مخفضه. طبعا ده بيجي بالتعاون ما بين الدوله والحكومه والجمعيات الاهليه ووزارتي طبعا اتحاد الغرف التجاريه والصناعيه ومنظمات المجتمع المدني ووزارتي التموين. دكتور ده يخليني اسالك يا دكتور على حاجه مهمه جدا. حضرتك قلت طبعا ان في منافذ موجوده في على مستوى محافظات الجمهورية، بس خليني أسأل حضرتك سؤال بيدور في ذهن المشاهد دلوقتي. أنا لو خدت قرار نزلت تشتري مثلا سكر أو زيت من بعض المنافذ، يا ترى الموضوع هيكون سهل أقدر أتحصل على ده بسهولة؟ وفكرة التفرقة ما بين شخص نازل يشتري حاجة هو محتاجها أو شخص ممكن يشتري كميات ويبتدي يتاجر، هنا بتكلم على الرقابة وتوفير السلع. يعني أقول لحضرتك فيما يتعلق بالرقابة، بدينا على مستوى وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظات المصرية لجان من التفتيش والمتابعة والرقابة، وده بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تنفذنا حوالي 3608 حملة فرض عن 13107 محضر مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. ده الشق الثاني. طبعا اللي رايح يشتري سلعة استراتيجية لاحتياج أسبوعي أو شهري يختلف تماما عن اللي رايح يشتري الحاجه ويجمعها علشان يروح يعيد بيعها مره ثانيه، فطبعا كل ده بيبقى معبوك لدى الزملاء القائمين على عمليات البيع اللي موجوده يا فندم. دكتور ده يخليني برضو أسأل حضرتك عن دور مبادرة صوتك مسموع لمتابعة شكاوى المواطنين لخفض أسعار السلع. يعني إحنا عاوزين نعرف إيه دور مبادرة صوتك مسموع؟ يعني مبادرة صوتك مسموع دي مبادرة برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء تم تشكيلها في أكتوبر 2018. المبادرة دي قائمة على تلقي شكاوى المواطنين في مجالات عدة، من بينها البدالة، من بينها مخالفات البناء، من بينها التعدي على أراضي الدولة، من بينها مكافحة الفساد، أضيف إليها مفتشين مؤكد معالي الوزير إنه صوتك مسموع تلقى شكاوى سيادة الأسعار لإعادة توجيهها إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات المصرية من خلال أربع آليات. الآلية الأولانية صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع، والآلية الثانية رقم الواتساب 011 50 60
67 83 كذلك الخط الساخن لاي استفسار 15 330. كذلك الامر الايميل ادرس انفو at mlb.gov.eg. دكتور دخلين كمان أسأل حضرتك حاجة مهمة جدا. شفنا على مدار الأيام اللي فاتت الحملات الاستباقية من قبل الدولة ممثلة في وزارة التموين وبعض الوزارات المعنية في حملات مفاجأة وتم ضبط كميات مهولة. يعني بصراحة اللي أنا شفته ده اقتصاد دولة من السلع الاستراتيجية سواء السكر الزيت الرز، وكمان تم كمان يعني وجود بعض السلع منتهيات الصلاحية اللي في وقت قريب مع دخول شهر رمضان هيبتدي كمان عرضها في الأسواق. حضرتك شايف يعني الاحتكار الغريب ده أو فكرة إن وجود ناس نفوسها ضعيفة من التجار اللي بيستخدموا الأزمات لتحيي الثروات؟ يعني ده شيء مش مستغرب، في فترات الأزمات بتظهر كده فئة من الفئات بتحاول إنها تختلق أزمة وبالتالي تكبر هذه الأزمة علشان تحقق مكسب غير عادي. خلينا أقول لحضرتك إن جهات الدولة الرقابية وبما فيها وزارة التنمية المحلية من خلال حملات التفتيش اللي أنا أشرت إليها خلال المكالمات اللي يتم تحريرها طبعا وبيتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، عشان كده هناك رغبة أكيدة من الدولة انه يتم ضرب ابيات من حديد وتعامل منتهى الحد والحد وفقا للقانون مع مثل هذه الفئه اللي بتحاول انها او تفتعل ازمه، خاصه في الفترات لما بتبقى في ازمه طبيعه على مثل اللي احنا بنعيشها. صحيح. يعني احنا فعلا بنشوف جهود كبيره جدا يعني علشان تبسيط حياه المواطن اكتر. كان معانا على الهاتف دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره، شكرا جزيلا لحضرتك.